هو واحد الفيلم كما شفتو فيلم اجتماعي ديال عائلي، يعني المغزى منه هو غير نضحكوا الناس يدوزوا وقت زوين، ما بغينا نعطيو فيه حنا حتى شي درس ولا عندنا منه زعما شي حاجه زعما وراء السطور. هو الفكره ديال دريسو مهدي، انضميت لهم انا في الكتابه، واخترنا دائما ربيع لانه ورقه رابحه بالنسبه لينا من بعد 30 مليون. خدمنا مع سينيلاند اللي هي ماس ميديا، يعني هو شركه جديده لسينيلاند اللي يعني ما تعطلوش علينا في كاع الطلبات الماديه باش نخرجوا هذا الفيلم. والنتيجه انتم شفتوها، كنتمنى انا ترضي الجمهور ونكون عند حسن ظن المشاهدين. ولا شي كلمه لدريسو مهدي. دريسو مهدي تواعري. فكره ديال دريسو مهدي والكتابه دريسو مهدي وبشرى، ما عرفتش لان ما كتبناش بطريقه يعني نهار على خو نهار على خو، ودرنا بزاف ديال لي كوش ودرنا دي ريزيدونس ديكريتور في المغرب، خرجنا برا المغرب كتبنا، كنا فيما تحركنا كنكتبوا شويه، درناه وعاود قريناه وعاودناه وعاودناه وعاودناه. دونك المهم الفكره عند دريسو مهدي شحال هذه، والكتابه تنظن عندها اكثر من قبل من كورونا. هو عندنا تنظن بانه هو سبق 30 مليون وكان مازال في الكتابه، لان الانتاج ديالو كان غيتطلب منا بزاف ديال الفلوس. راكم شفتوا بزاف الفيغوراسيون رجال، بزاف الفيغوراسيون عيالات، بزاف الفيغوراسيون اترونجير، وهذا الشيء باش ديروا بالمال الخاص شويه قاصحه. دونك سبقنا ب 30 مليون، حنا كنطمحوا اننا زعما نديروه من بعد الحمد لله شويه بجهد الله سبحانه وتعالى وبالحب ديال الناس وبتشجيعات الناس اللي دخلوا في 30 مليون. قررنا اننا نعاودوا التجربه، عاد خرجت من لافون بخومييغ، غير قلت لك بان كاين شي جديد غنكون مسكونه مثلا. انا يلاه انت عيش دابا بهذا الشيء اللي فات. الله وكيل تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك فيكم. الكلمه الاخيره، الكلمه الاخيره، انا كنطلب من الجمهور انه زعما يشجع هذا النوع ديال السينما اللي موجهه للجمهور العريض. وكنطلب من المسؤولين شويه يردوا البال لهذا النوع ديال السينما، لانها محتاجه للدعم وهي الاولى بالدعم، لانها موجهه للناس دافعي الضرائب. دونك خصنا نوسعوا شويه النطاق ديال الافلام، وكاع الانواع ديال الافلام عندهم حقهم، هذا حق مشروع، عندهم حقهم في المال العام، ومنهم افلام الشكر. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.